للأسف صرنا بالقرن 21 وبعدنا عم نطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، لكن أول خطوة فعلية لنوصل للمساواة بالعمل السياسي تبدأ بالكوتا، بغض النظر عن النسبة تبع الكوتا، لكن يجب إقرارها بشكل تام بكل المجالس البلدية اللي حتتم، وبأول خطوة فيها أنه النساء نكون داعمات للنساء، لأنه فعلاً المرأة لازم تكون ممثلة بشكل واقعي وواضح بكل المجالس البلدية، وهيك بنكون عم نحجز فعلياً مطارح للمرأة بالعمل أول شيء التنموي على صعيد البلدية، وبعدين نبلش نحجز فعلياً كمان كوتا لنكون عم نضمن أنه المرأة توصل بشكل عادل مع الرجل ولو نسبياً حالياً، لنكون وصلنا فعلياً للعدل بالانتخابات القادمة اللي هي ما بعد 26. بالنسبة للنساء الداعمة النساء الأخريات، نحن كنساء لازم نتحد بشكل معين لنساعد المرأة توصل بشكل أكبر، لذلك أنا أدعو النساء بالضياع، أي نساء بدها تترشح على الانتخابات البلدية حالياً، إنه ما تكون منافستها مرأة أخرى، بل بالعكس نكون عم ندعم بعض، نصوت كلنا لبعض حتى توصل على الأقل بكل بلدية تمثيل معتدل أو تمثيل متساوي للنساء. فلما نكون عم نشتغل كنساء خلينا نشغل فعلياً طريقة العمل الجماعي لنحن فعلاً نوصل بتمثيل أكبر، وما توصل وحدة بتمثلنا كلنا كنساء لبعدين نكون عم نوصل بشكل أوسع على التمثيل النيابي والوزارة.